إعلام إسرائيلي يقول إن الجيش يقترب من إنهاء عملياته في رفح والقضاء على حماس عسكرياً ويتأهب لتوسيع العمليات ضد حزب الله اللبناني. توتر جديد في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مستوطن مقتولاً بالرصاص في قلقية ويحرك تعزيزات عسكرية كبيرة نحو جنين. القلق الدولي من التصعيد في لبنان يتصاعد، والكويت تحذر رعاياها من السفر وتطالبهم بالمغادرة. أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية يقدم استقالته وسط تضارب الأنباء عن الأسباب. أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الجناح العسكري لحركة حماس ويتأهب لتوسيع عملياته العسكرية ضد حزب الله في لبنان، مضيفة أن الجيش سيعلن في وقت قريب عن انتهاء عملياته في رفح جنوب قطاع غزة، وأنه مع انتهاء النشاط العسكري في رفح سيواصل الجيش تنفيذ عمليات أمنية داخل القطاع في إطار المرحلة الثالثة للحرب. وحول مرحلة ما بعد الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش يقود محاولات وجهودا سرية سعيا لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا دون رجعة. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش ألقى خطابا في إحدى المناسبات الخاصة في 9 يونيو الحالي، أكد فيه ضرورة وضع هدف يمنع الضفة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما قد يصعب وفقا للصحيفة من الحفاظ على موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه ضم الضفة الغربية، لا سيما وأن سموتريتش تحدث عن موجز لبرنامج منسق بعناية وضع قيد العمل بشكل تدريجي خلال الأشهر 18 الماضية. قتل 22 شخصا وأصيب 45 آخرون في قصف استهدف تجمعات النازحين بالقرب من مكتب الصليب الأحمر غرب مدينة رفح. وأدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها القصف الذي وقع على بعد أمتار من مكتبها، ووصفته بالتطور الخطير الذي يهدد حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. كما طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب الإضرار بالمدنيين والمرافق الإنسانية. حذر عاملون أمميون في مجال المساعدات الإنسانية من أن غزة باتت عالما من الدمار بعد نحو 9 أشهر من الحرب. ونقل تقرير للأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين قولها إنه تم حرمان معظم السكان تقريبا من الأمن الغذائي والصحي ومن حقهم في الحصول على مأوى. وتحدثت الممثلة الأممية عن مشاهد مروعة حيث يتكدس الناس بالآلاف في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى أبسط المقومات الأساسية للحياة.
وحول المساعدات الواصلة للقطاع، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية أن الأمم المتحدة لم تشهد أي تحسن على الإمدادات الإنسانية الواصلة لغزة رغم تعهدات الجيش الإسرائيلي، كما حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة ينذر باستفحال الوضع الصحي في القطاع. بشكل عام يمكننا في الأمم المتحدة أن نقول إننا لم نشهد أي تأثير على الإمدادات الإنسانية الواردة منذ ذلك الإعلان الإسرائيلي الأحادي الجانب عن التوقف التقني. لقد شهدنا عمليات نزوح كبيرة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونحن نعلم أن هذا الأمر وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعاً في الأمراض، وهذا على الأرجح يحدث بالفعل. لدينا تلوث المياه بسبب سخونات الماء، وسيتلف المزيد من المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ستكون هناك حشرات، وأيضاً ستحدث حالات جفاف وضربات شمس. إلى لبنان، حيث استمرت المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل قرب المناطق الحدودية، فيما يخيم شبح الحرب الواسعة على لبنان، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وميس الجبل والطيبة، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي تلة العزية بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام. وفي المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية توسع الصراع في الشرق الأوسط وسط التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأكد غوتيريش أن بعثة اليونيفيل تحاول منع توسع الصراع. نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله. تعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة. خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير وبصراحة تفوق الخيال. دعونا نكون واضحين، إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى. أفاد مراسل الحدث بأن بعثة اليونيفيل بدأت بتحصين بعض مواقعها في جنوب لبنان تزامنا مع التحذيرات من تحرك إسرائيلي عسكري، في حين أكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل كانيس أرديل أن البعثة تراقب الانتهاكات التي تحدث وتضاعف جهودها لتنفيذ القرار الأممي رقم 1701. نراقب الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية ونقوم بنشر دوريات والعمل مع القوات اللبنانية، كما نعمل كوسيط بين إسرائيل وحزب الله لخفض التصعيد، وقد قمنا بمضاعفة جهودنا لتتماشى مع الفترة الحالية
كما أننا لم نقلل من مهامنا ونعمل على مضاعفة الجهود لتنفيذ القرار الأممي 1701. قواتنا معرضة للخطر على الأرض، ونقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم، فهم يعيشون في وسط الخطر عندما يتم تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وقد أصيبت مجموعة من قواتنا، ونشعر إزاء سلامتهم بالقلق، ونحض الجميع على تنفيذ القرار 1701 لإنهاء الصراع. في إطار التحركات الدولية لاحتواء التصعيد، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه من تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحسابات، وذلك خلال اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق ما نقلت الخارجية البريطانية التي أشارت إلى أن كاميرون أكد على أن اتساع رقعة الصراع لا يصب في مصلحة أحد، وشدد على أن بريطانيا تريد حلا سلميا للأزمة عن طريق التفاوض. هذا وأعلنت برلين أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل مع استمرار الحرب في غزة وتزايد المخاوف من صراع إقليمي أوسع النطاق. وأكدت الخارجية الألمانية أن الوزيرة بيربوك ستتجه لإسرائيل الاثنين وتنتقل بعد ذلك إلى رام الله ثم إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. وعلى وقع التطورات، دعت وزارة الخارجية الكويتية جميع مواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة، كما دعتهم إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن، وذلك في بيان رسمي أشار إلى أن الدعوة تأتي بعد التطورات المتعاقبة التي تشهدها المنطقة. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مدني إسرائيلي بالرصاص في بلدة قلقيلية الفلسطينية اليوم السبت، وأضاف الجيش أن قواته وصلت إلى المنطقة بعد وقت قصير من الواقعة وتجري تحقيقاتها هناك، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرجل قتل بالرصاص بعد أن قاد سيارته إلى قلقيلية، وأضافت أن سيارته أضرمت فيها النيران في وقت لاحق. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة جنين بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابريات، وفقا لما أفاد به مراسل الحدث الذي أشار إلى تسجيل عدد من الإصابات وسط المدنيين الفلسطينيين خلال الاقتحام. وأظهر مقطع فيديو متداول من جنين إقدام القوات الإسرائيلية على التنكيل بأحد الشبان الفلسطينيين عبر ربطه وتكبيله على إحدى المركبات العسكرية في المخيم. يا
من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير. فالح أهلا بك معنا، ماذا يجري الآن في قلقيلية وماذا يحدث في جنين، وهل انسحبت الأرتال العسكرية منها، وإن كان لديك إحصائية لعدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين؟ حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا محكما على مدخل مدينة قلقيلية بعد مقتل الإسرائيلي على أيدي مسلحين وإضرام النار بمركبته. العملية تأتي بعد أقل من 24 ساعة على عملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية قتلت خلالها شابين فلسطينيين وسط السوق في مدينة قلقيلية. هذه العملية نفذت بتوجيهات من جهاز الشباك، شاركت فيها الوحدة 33 التابعة للشرطة الإسرائيلية وكذلك قوة من الجيش الإسرائيلي. ادعى الجيش الإسرائيلي بأن الشابين ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي وأحدهما كان ينوي تنفيذ عملية، ليأتي الرد في صبيحة هذا اليوم بقتل إسرائيلي كان في مركبته دخل إلى مدينة قلقيلية، وصل مسلحون وأمطروه بالرصاص. الإسعاف الفلسطيني حاول نقله وإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة. في هذه الأثناء وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى الموقع، قامت بسحب المركبة ويداهم جنود الجيش الإسرائيلي عدد من المحال التجارية والمنازل ويقومون بمصادرة تسجيلات الكاميرات. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يجري عمليات بحث عن منفذي هذه العملية. أما فيما يجري في جنين فإن قوة خاصة إسرائيلية كانت تسللت إلى حي الجبريات ثم كشف أمرها لتصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان وتدور اشتباكات مسلحة هناك. كتيبة جنين أو سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي والتابع لكتيبة جنين قالت إنها تشتبك مع قوات الجيش الإسرائيلي. القوات أيضا ترد بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وقامت بالتنكيل بأحد المواطنين عبر تكبيله وتقييده وإجباره على الجلوس على مقدمة المركبة العسكرية الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة هذا هو المشهد سواء على مستوى جنين أو قلقيلية، لكن هناك اعتداء من قبل مجموعات المستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي على تجمع الشلال البدوي الفلسطيني قرب مدينة أريحة. اعتدى المستوطنون على أهالي التجمع وقاموا بمصادرة عدد من المواشي والأغنام. في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة قبل قليل عن مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما رحل متأثرا بجراحه طيب. التي أصيب بها قبل نحو أسبوع في مدينة رام الله. طيب فالح، القوة الخاصة التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كشف عنها في جنين، هل لديك أي تفاصيل بخصوصها؟ هذا المشهد هو مشهد متكرر. الجيش الإسرائيلي عند ملاحقته أي من المطلوبين الفلسطينيين إما أن يرسل قوة خاصة لتحاول اعتقال هذه المجموعة أو هذا الشاب، وإما أن تستخدم عملية أو أن تقوم باغتياله عن بعد من خلال المسيرات الانتحارية. لكن في معظم الأحيان فإن القوة الخاصة تصل إلى المكان، تحاول اعتقال الشخص المطلوب، ثم تتبعها قوة عسكرية إسرائيلية. تتنكر هذه القوة بالزي المدني الفلسطيني وتقداد أو تقود مركبة فلسطينية قبل أن تصل التعزيزات العسكرية. هذه القوة كشف أمرها من خلال إما إطلاق النار عليها أو من خلال عمليات المراقبة من قبل الفلسطينيين. فالح، يعني هي تأتي متنكرة بسيارات مدنية أم كما نشاهدها الآن هي سيارات واضحة المعالم تابعة للجيش الإسرائيلي؟ كيف كشف أمرها؟ تصل في البداية قوة متنكرة بسيارة أو مركبة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وكذلك حتى القوة الخاصة
تكون قوة مستعربة، أي أنها ترتدي ملابس وزي فلسطيني. لكن في مدينة جنين وفي شمال الضفة الغربية وفي مناطق المخيمات الفلسطينية على وجه الخصوص، فإن هناك مراقبة على مدار الساعة، وهناك رصد لأي تحركات أو مركبات مشبوهة يجري الإبلاغ عنها، إما يتم اعتراضها من قبل الشبان أو إطلاق الرصاص عليها أو إيقاف هذه المركبة. هذه المركبة كشف أمرها قبل أن تشتبك مع المسلحين الفلسطينيين، وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الموقع لتأمين الحماية لهذه القوة حتى لا تتعرض للخطر، وتقوم بالانسحاب تحت إطلاق والنيران والتغطية من قبل القوات العسكرية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات والمعلومات من رام الله، مراسل الحدث فالح نصير. يصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن غدا الأحد في مهمة تستمر لمدة 3 أيام، وتهدف لرأب الصدع الذي أحدثته انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن حول تأخر الأسلحة الأمريكية، وكذلك مناقشة تطورات الحرب في غزة واحتمالات نشوب حرب واسعة مع حزب الله. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات نتنياهو الأخيرة التي انتقد فيها تباطؤ الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة اللازمة، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية للمرة الثانية على تلك التصريحات محاولا تبريرها مجددا بأنه حاول حل المشكلة خلف الأبواب الموصدة لعدة أشهر من دون جدوى، وأنه شعر أن بث الفيديو كان ضروريا للغاية بعد أشهر من نقاشات لم تحل المشكلة. أعلن أندرو ميلر الذي كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية استقالته من منصبه في وزارة الخارجية، وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مطلعين أن ميلر كان متشككا في دعم بايدن لإسرائيل ويفضل قطيعة أكثر حدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ختام هذه النشرة الإخبارية مشاهدينا، دقائق وأعود وألتقيكم مجددا. تعد الطائفة الأرمينية في فلسطين الثالثة بعد الروم الأرثوذكس واللاتين من حيث العدد في فلسطين. نحن ما بنقدر نعيش بالقدس بدون هاي الأرض. نحن كأرمن نستعمل هاي الأرض مش 20-30 سنة، 500 سنة. من هم الأرمن؟ لماذا هم متواجدون في القدس، في البلدة القديمة في القدس؟ ما هي عاداتهم؟ ما هي ثقافاتهم، تقاليدهم؟ صحيح إنه في عروقنا في دم أرمني، ولكن احنا كثير فلسطينيه. وين ما انت انخلقت هناك انت بصير عندك انتماء للبلد هاي، فانا بسمي حالي فلسطيني ارمني. وكايصال رساله من قبل الارمن هنا باننا لن نسلم اي ارض، وهذه ملكيه للارمن المتواجدين في القدس منذ الاف السنين. على الارض اليوم 5:30 على شاشه العربيه. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله.
لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل، عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لم ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكتب تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أنكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية
تفاصيل دقيقة تعكس الواقع. الفساد، الفقر وعناوين كثيرة. نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. إعلام إسرائيلي يقول إن الجيش يقترب من إنهاء عملياته في رفح والقضاء على حماس عسكرياً ويتأهب لتوسيع العمليات ضد حزب الله اللبناني. توتر جديد في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مستوطن مقتولاً بالرصاص في قلقيلية ويحرك تعزيزات عسكرية كبيرة نحو جنين. القلق الدولي من التصعيد في لبنان يتصاعد والكويت تحذر رعاياها من السفر وتطالبهم بالمغادرة. أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية يقدم استقالته وسط تضارب الأنباء عن الأسباب. أجدد التحايا مشاهدينا وأهلا بكم مرة أخرى إلى هذه النشرة الإخبارية. كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للإعلان قريبا عن هزيمة الجناح العسكري لحركة حماس ويتأهب لتوسيع عملياته العسكرية ضد حزب الله في لبنان، مضيفة أن الجيش سيعلن في وقت قريب عن انتهاء عملياته في رفح جنوب قطاع غزة، وأنه مع انتهاء النشاط العسكري في رفح سيواصل الجيش تنفيذ عمليات أمنية داخل القطاع في إطار المرحلة الثالثة للحرب. وحول مرحلة ما بعد الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش يقود محاولات وجهودا سرية سعيا لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وضمها رسميا دون رجعة. وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش ألقى خطابا في إحدى المناسبات الخاصة في 9 يونيو الحالي، أكد فيه ضرورة وضع هدف يمنع الضفة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة. قتل 22 شخصا وأصيب 45 آخرون في قصف استهدف تجمعات النازحين بالقرب من مكتب الصليب الأحمر غرب مدينة رفح. ودانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها القصف الذي وقع على بعد أمتار من مكتبها، ووصفته بالتطور الخطير الذي يهدد حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. كما طلبت اللجنة بضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب الإضرار بالمدنيين والمرافق الإنسانية. إلى
إلى لبنان، حيث استمرت المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل قرب المناطق الحدودية، فيما يخيم شبح الحرب الواسعة على لبنان، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وميس الجبل والطيبة، كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي تلة العزية بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام. وفي المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إمكانية توسع الصراع في الشرق الأوسط وسط التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وأكد غوتيريش أن بعثة اليونيفيل تحاول منع توسع الصراع. نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله. تعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة. خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير وبصراحة تفوق الخيال. دعونا نكون واضحين، إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى. أفاد مراسل الحدث بأن بعثة اليونيفيل بدأت بتحصين بعض مواقعها في جنوب لبنان تزامنا مع التحذيرات من تحرك إسرائيلي عسكري، في حين أكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل كنيس أرديل أن البعثة تراقب الانتهاكات التي تحدث وتضاعف جهودها لتنفيذ القرار الأممي رقم 1701. نراقب الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية ونقوم بنشر دوريات والعمل مع القوات اللبنانية، كما نعمل كوسيط بين إسرائيل وحزب الله لخفض التصعيد، وقد قمنا بمضاعفة جهودنا لتتماشى مع الفترة الحالية، كما أننا لم نقلل من مهامنا ونعمل على مضاعفة الجهود لتنفيذ القرار الأممي 1701. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه من تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحسابات، وذلك خلال اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق ما نقلت الخارجية البريطانية التي أشارت إلى أن كاميرون أكد على أن اتساع رقعة الصراع لا يصب في مصلحة أحد، وشدد على أن بريطانيا تريد حلا سلميا للأزمة عن طريق التفاوض. وأعلنت برلين أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل مع استمرار الحرب في غزة وتزايد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا. وأكدت الخارجية الألمانية أن الوزيرة ستتجه لإسرائيل يوم الاثنين وتنتقل بعد ذلك إلى رام الله ثم إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. وعلى وقع التطورات، دعت وزارة الخارجية الكويتية جميع مواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة، كما دعتهم إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن. وذلك في بيان رسمي أشار إلى أن الدعوة تأتي بعد التطورات المتعاقبة التي تشهدها المنطقة. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مدني إسرائيلي بالرصاص في بلدة قلقيلية الفلسطينية اليوم السبت. وأضاف الجيش أن قواته وصلت إلى المنطقة بعد وقت قصير من الواقعة وتجري تحقيقاتها هناك، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرجل قتل بالرصاص بعد أن قاد سيارته إلى قلقيلية، وأضافت أن سيارته أضرمت فيها النيران في وقت لاحق. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة جنين بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابريات، وفقا لما أفاد به مراسل الحدث الذي أشار إلى تسجيل عدد من الإصابات وسط المدنيين الفلسطينيين خلال الاقتحام. We'll be right back.
أظهر مقطع فيديو متداول من جنين إقدام القوات الإسرائيلية على التنكيل بأحد الشبان الفلسطينيين في حي الجابريات على إحدى المركبات العسكرية التي تجولت به في المخيم دون تسليمه لفرق الإسعاف التي تظهر إحدى مركباتها في الفيديو التالي. يصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إلى واشنطن غدا الأحد في مهمة تستمر لمدة 3 أيام وتهدف لرأب الصدع الذي أحدثته انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن حول تأخر الأسلحة الأمريكية، وذلك أيضا مناقشة تطورات الحرب في غزة واحتمالات نشوب حرب واسعة مع حزب الله. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات نتنياهو الأخيرة التي انتقد فيها تباطؤ الولايات المتحدة في إمداد إسرائيل بالأسلحة اللازمة، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية للمرة الثانية على تلك التصريحات محاولا تبريرها مجددا بأنه حاول حل المشكلة خلف الأبواب الموصدة لعدة أشهر من دون جدوى، وأنه شعر أن بث الفيديو كان ضروريا للغاية بعد أشهر من نقاشات لم تحل المشكلة. أعلن أندرو ميلر الذي كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية استقالته من منصبه في وزارة الخارجية، وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين مطلعين أن ميلر كان متشككا في دعم بايدن لإسرائيل ويفضل قطيعة أكثر حدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أقرت الفصائل العراقية المسلحة بمقتل أحد عناصرها في القصف الذي طال مواقعها داخل الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق ليلا، وأفادت مصادر محلية أن الانفجار الهائل الذي شهدته بلدة عشائر بريف البوكمال في ريف دير زور الشرقي وعلى بعد كيلومترات من الحدود السورية العراقية طال شاحنة تابعة لفصيل عراقي يرجح أنها كانت تنقل أسلحة عبر الحدود، فيما أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا استهدف مقرا تابعا للميليشيات الإيرانية قرب بلدة السكرية في ريف البوكمال ما أدى لتدميره بالكامل. الله أكبر. هذه تهوانها. هذه تهوانها. بالمراجدة. لا لا. هاي بالشامية باتجاه السيارة. هاي جزيرة جزيرة مو شامية. أكد الأمن العام الأردني قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركة الجنوبية شرق العاصمة عمان، وقال الأمن العام الأردني في بيان إن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة من عزل وإخلاء للمنطقة.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث بحري قبالة سواحل اليمن. الهيئة أوضحت أن الحادث وقع على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن الساحلية، مشيرة إلى أنها تحقق في حيثياته. أظهر استطلاع رأي في فرنسا أن التجمع الوطني اليميني يتصدر السباق الرئاسي، لكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية. وأشار الاستطلاع الذي أجره معهد دراسات الرأي العام الفرنسي إلى أن 38% من المواطنين يؤيدون التجمع الوطني الذي يقوده جوردان بارديلا والذي قادته مارين لوبان سابقاً، وحظي حزب النهضة الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون والأحزاب المتحالفة معه بتأييد 22% ممن تم استطلاع آرائهم. هذا وبدأت الأحزاب الفرنسية تعلن تباعا عن برامجها السياسية والاقتصادية تمهيدا للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة لاستقطاب الناخبين. قوانين طوارئ سيقرها أقصى اليمين إذا وصل إلى السلطة، من بينها قانون يلغي تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية في سن 18 للمولودين من أب أو أم غير فرنسيين، وستلغى أيضا التغطية الصحية لأي مهاجر لا يحمل أوراق إقامة إلا في حالات الخطر الصحي الذي يهدد حياته. حاليا يستفيد ما يقرب من 460 ألف مهاجر من دون إقامة من هذه التغطية التي تكلف الدولة سنويا حوالي 1.7 مليار يورو. في المقابل تتعهد الجبهة الشعبية أي تحالف أحزاب اليسار بخفض سن التقاعد إلى 60 عاما كما كان في زمن الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتيران، قبل أن يرفعه الرئيس اليميني الأسبق ساركوزي إلى 62 عاما وماكرون إلى 64. يتعهد اليسار أيضا بأنه سيفرض في حال فوزه ضريبة على أصحاب الثروات لصالح محدودي الدخل ستبلغ عائداتها سنويا 15 مليار يورو تضاف إلى 25 مليارا يجب أن تنفقها الدولة على زيادة الرواتب المتدنية في القطاع العام وزيادة المساعدات للطبقات الشعبية في مجال الإسكان، مع توظيف أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي لتخفيف الضغط على المستشفيات والمدارس. باختصار تعيش فرنسا على وقع وعود أقصى اليمين وتحالف أحزاب اليسار، وبينهما تحالف رئاسي يحرض على هؤلاء وأولئك، ويمين دوغولي كان وسطيا قبل أن يصبح بعضه ملحقا بمارين لوبان بشخص إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين، وبعضه الآخر ضائعا بين الإرث الوسطي لدوغول وشيراك وإغراء خيارات أخرى على طرفي المواجهة. عدم ترسيم الحدود بين موريتانيا ومالي يمثل عائقا كبيرا أمام تنقل المدنيين في مناطق الشريط الحدودي، خصوصا منذ بدء الجيش المالي مدعوما بفاغنر حملة عسكرية في المنطقة. وبات الغرويون ومربو المواشي حذرين في تحركاتهم خشية دخول التراب المالي دون علمهم نظرا لتداخل القرى. ألفت عائلة إبراهيم شظف العيش وقسوة الحياة حيث تقيم منذ عقود في قرية حدودية، ومؤخرا زادت المعاناة فلم يعد بمقدورهم التنقل بحرية بسبب تداخل القرى الموريتانية والمالية. قرية أسراب، هناك من يقول إنها موريتانية ومن يقول إنها مالية. إذا تحركنا جنوبا وشرقا فيصعب تحديد إن كنا في أراضي موريتانيا أو مالي. سابقا لم تكن الحدود تعني شيئا لسكان المنطقة الذين دأبوا على الانتجاع حيثما وجدت المراعي وتوفرت المياه، فأقام منتمون لقبائل موريتانيا قرى في العمق المالي، وكذلك فعل ماليون في الأراضي الموريتانية. لكن الإنفلات الأمنية في الجانب المالي وما ترتب عنه من حوادث راح ضحيتها مدنيون من البلدين غير المعادلة، لتتجدد الدعوات للترسيم النهائي للحدود. عمدة فصالة التي تتبع لها إداريا 59 قرية بعضها محل تداخل بين موريتانيا ومالي،
يرى أن تسريع ترسيم الحدود بات ضرورة ملحة. التضاريس هي ذاتها في المنطقة الحدودية والقرى متشابهة، لذلك فاختراقات الجيش المالي وفاغنر قد تكون نتيجة نقص خبرتهم بالمنطقة، لكن هذه الحوادث تستدعي من الحكومة العمل على تسريع ترسيم الحدود مع مالي. رغم إعلان البلدين تشكيل لجان لترسيم الحدود التي تتجاوز 2200 كيلومتر، فإن المرحلة الاستثنائية في مالي قد تؤجل ترسيمها النهائي. إبراهيم مصطفى، الحدث، الحدود الموريتانية المالية. لقي شخص مصرعه جراء حرائق الغابات التي تؤججها الرياح العاتية في شمال اليونان، بينما حذرت السلطات من أن معظم المناطق تواجه خطر اندلاع حرائق جديدة. وفي تركيا أدت الحرائق إلى سقوط قتلى وعشرات المصابين في ديار بكر ومردين جنوب شرق البلاد. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، شكرا للمتابعة. دقائق وتلتقيكم الزميلة ضحى الزهيري.